السلام عليكم ورحمة الله. ذكرتم بارك الله فيكم يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع الذي ما ترك لا شارده ولا وارده، قالوا إنه من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وذكرتم بارك الله فيكم عن إصلاح السريرة، عن إصلاح السريرة، فكيف تكون إصلاح السريرة؟ الحديث الذي ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذلة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، وما علمت أن أحدا قال إنه من أهل الجنة، لكن الرسول قال هو من أهل النار، فكبر ذلك على الصحابة يعني، وقالوا كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال أحدهم والله لألزمنه وأنظر ماذا تكون حاله، ماذا تكون حاله. وفي النهاية قتل الرجل نفسه، فجاء الذي لزمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، فقال بما؟ فأخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا يدل دلالة واضحة على أن العبرة والمدار هو على ما في القلب من النية. ويدل لهذا قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر. إصلاح السريرة يكون بصدق الإخلاص مع الله عز وجل، بحيث لا يهتم بالخلق مدحوه أو ذموه، نفعوه أو ضروه، يكون قلبه مع الله تعبدا وتألها ومحبة وتعظيما، وقلبه مع الله تقديرا وتدبيرا، يعلم إن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، يرضى بما قدر الله له، إذا وقع الأمر قال عسى أن يكون خيرا، يستشعر دائما قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أشبه ذلك من تعلق القلب بالله. أهم شيء أن يكون قلبك مع الله دائما، وإذا كان مع الله دائما صلح سريرتك، لأنك لا يهمك الخلق، الخلق عندك مثل نفسك بل أقل، ما دمت متعلقا بربك سبحانه وتعالى معتصما به مهتديا بهديه أم مهتديا بهداه فلا يهمنك.